يعني بهدف مساعدة الطلاب الخريجين وذوي الخبرة بالتعرف على واقع سوق العمل، أطلقت مؤسسة منتور للاستشارات والخدمات الأكاديمية بالتعاون مع مؤسسة دعم فعالية شغلني لفرص العمل بفندق أمية، وعم تستمر هاي الفعالية لمدة يومين. خلونا نتابع كيف كانت ومنرجع. الفعالية هي هدفها تعليم الشباب السوري عقلية البحث عن فرص العمل. خلال الفترة الماضية سوق العمل خلينا نقول صار فيه تغييرات كبيرة، صار فيه شركات جديدة، في شركات هي غيرت مجال عملها، شركات غيرت أماكن تواجدها. هاي الشركات عم تطلب عمالة، بنفس الوقت عندك الطلاب والخريجين وذوي الكفاءات هن باحثين عن فرص عمل بس كمان ما عم يلاقوها لعدم خلينا نقول معرفتهم بهي الشركات. فكانت هي الفعالية لتكون صلة وصل بيناتهم بحيث يجوا هدول الأشخاص يتعرفوا على سوق العمل الحالي ضمن مجموعة من الشركات، يتعرفوا على آلية كل شركة كيف هي التقديم لإلها وشو ممكن تكون في وظائف متاحة لإلهم. هلا انا كنادي شامل القراء اليوم سمعت عن فعاليه تشغلني، تم التواصل وعرفت انه حيكون في حدا من الفرق التطوعيه الموجوده. كانت الفكره انه انا اتواجد كفريق تطوعي فعاليه مثل شغلني لاعرض فرصه للشباب انه هن يتطوعوا بنادي شامل القراء. طبعا نادي شامل القراء ما بعرف اذا نوعا ما صار معروف عند العالم، هو نادي ثقافي تطوعي. نحن أهمنا هو أهم الثقافة، رفع السوية الثقافية، وطبيعة الحال نحن نحتاج دائما كوادر بمختلف المجالات. هلأ هو المعرض له هو فعالية هامة جدا كتير بالبلد بظل الظروف الراهنة نحن اللي حاليا فيها الصناعيين والتجار ما لهم موجودين بالبلد، ونحن عم نشجع الصناعة وبنفس الوقت منشجع العمالة والشباب السوريين الأفكار الجادة الجاهزة، العقول اللي موجودة عندنا بالبلد ما تهاجر لبرا وتكون موجودة تشتغل بالبلد لنعمر بلدنا. جتنا الدعوة تمام لحضور المعرض تمام، تمت مشاركة بناء على عدد توظيف الشباب عشان الشواغر الشباب وتأمين الوظائف، حبينا نشارك بهذا المعرض مشان العالم تتوظف معنا وتوسيع لشركتنا ودعم الاقتصاد السوري. على الفيسبوك انه لقينا انه كاتبين انه شو اسمها فرصة شغلني وهيك ومعرض، انه فتحنا وشفنا انه طالبين هيك انه سي في وهيك، فكتبنا على السي في انه شو بدهم طلبات وهيك. هلا الخبرة انه بنستفيدها من هون انه يعني مو مادية، قصة انه اكتساب خبرة، انه بتتواصلي مع عالم عن طريق الانترنت يعني وهيك، شفنا الاعلان وانه انبسطنا كتير انه في صاحت لنا فرصة يعني انه للعمل يعني بمجالنا او المجال اللي بنختاره يعني حسب شغلنا يعني وشهاداتنا. فرص منيحة يعني، انا هلا قدمت بكذا كذا مكان، لا يعني حلو اللي حاطينه. والله رفقاتي دقوا لي قالوا لي انه في عندنا معرض انه نجي نشوف نتفرج انه شو نحصل على وظيفة كذا، بقى جيت حبيت اتعرف لحتى اشوف اذا في وظيفة، قلت لحالي لحتى اشوف يعني.